روى بدماء شهدائه تراب فلسطين، حمى دمشق من السقوط، أوقف خطر إيران وأوجعها بضرباته لثمان سنوات، سجل بطولات وانتصارات فخر بها العراقيون والعرب، لقب بحامي البوابة الشرقية للبلاد العربية، إلى أن تعرض لتآمر ونكسة كبيرة أنهت وجوده بعيد الغزو الأمريكي عام 2003. تأسس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني عام 1921 في العهد الملكي، حمل فوجه الأول اسم موسى الكاظم، ولم يكن بعد ذلك بمنأى عن الصراعات الداخلية ودعم الثورات والانقلابات التي قادها ضباط الجيش داخل البلاد في الفترة الممتدة بين عامي 1936 و1968. أدى الجيش العراقي دوراً محورياً في الصراع العربي الصهيوني بمشاركته في حرب عام 1948 ووقوفه إلى جانب الجيشين السوري والمصري في حرب تشرين رمضان 1973، فكانت له ملاحم وبطولات فيها. خرج الجيش العراقي من حرب الثمان سنوات مع إيران محققاً انتصاراً احتفل به العراقيون في عموم البلاد، وفي عام 1990 وقع الاجتياح للكويت بعد خلافات حصلت وكانت مقدمة لحرب الخليج الثانية بقيادة أمريكا التي شكلت تحالفاً دولياً تمكن من إخراج القوات العراقية من الكويت. الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 كان وزره ثقيلاً على الجيش العراقي بسبب عدم تكافؤ القوى والحصار الطويل الذي فرض على العراق، إلى أن أصدر الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر قراراً بحله في أيار 2003، تم على إثره تسريح جميع عناصر الجيش وملاحقة آخرين، وهو ما يراه العراقيون سبباً للفوضى العارمة التي تلت الغزو وتدميراً متعمداً لمنظومة بلادهم العسكرية، ليحل محلها الجيش الحالي الذي أسس وفق نسب طائفية تتحكم فيه الأحزاب الفاسدة ويواجه تحديات كبيرة، أبرزها انتشار عشرات الميليشيات الموالية لإيران في البلاد التي تنافسه في الحضور العسكري والسيطرة على الأرض، وتستمر بارتكاب مجازر وانتهاكات على مرأى ومسمع لا بل تواطؤ من هذا الجيش الذي دمجت فيه عناصر الميليشيات في وقت مبكر.